بس انه احبابي اليوم صراحة حبيت مشي مع خالد للجيم، لان صراحة شفت واحد تغيير في جسمه ما شاء الله، ذاك الشيء وضعاف يعني فرق كبير. قلت وين نمشي معاه؟ بطلت المغرب هكاك. وين فرق كبير؟ لا وين ساعة بس؟ مع معطل. معطل زين. لا تبارك الله. عدوك تبارك الله تبارك الله. شفتي؟ حشم حشم. شو يستوي؟ هذا مشروب الطاقة أثناء التمرين أشربه. أيوة. تدخل مع الماء ولا الحليب؟ لا من الماء. شو فليفر؟ باشن فروت. نايس. يعني هذا يعطيك طاقة في التمرين يا؟ دابا ما تنضحكش قول. قول يعني يعطيك طاقة وسط التمرين. مزيان. شو السيد ولا الرياضة بلا يقول لي سامحيني أنا رايح للجيم. تعودت الحين خلاص. بس كفو عليك صراحة، كفو عليك، برافو، عجبتيني صراحة. أنا قدرت. آه. يوم أحط هدف. تيلي عزمتي صافي. لما جالس كي خلط وأنا غنضرب لي السوشي. المشكلة الأكل. آه. لا مشكلة الأكل ما يديها. لا مش مشكلة، مشي دابا تحرقوا. حتى لو. عادي. ما في فايدة فيها. قل والله. خالد شوف، يوم تبى تخرب الدايت انا حجزت لك هني الهاواي. هذا حق يوم الجمعة بس. ما حد بقى ها يوم الجمعة. هنا دايره لي الهاواي خازنه لي هنا. ايوا حبيبي اش غنديرو؟ قالك اكل صحي اكل صحي. هنا وجدت الاساي، هنا درتهم، درت الطبقة الاولى اساي من فوق، منها درت هاد الشوفان اللي كيكون معاهم كيكون كرانشي وكيكون معاه بحال هكايا دي زعمون دي فيلي معاه الشكلاط، هذا اللي تيجي معاه حتى هو الزبيب، تيكون معاه البنان مجفف، المهم فواكه مجففه. مركزت هاد الجوج هنايا الداخل، من بعد غدا نزيد هاد الاساي من فوق، وعاد غادي ندير عليهم الفروته من فوق يعني البلوبيري والستروبيري. وها هو الاساي جهز ليا خالد وحميد لغد المدرسه، وخالد هذه دي معاه الخدمه، خلي لهم في الثلاجه ان شاء الله.